عليكم حبيباتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك ورمضان مبارك للجميع. اليوم جيتكم بحلوه رائعه جدا. هاد الحلوه يعني محشيه بالكاوكاو والكراميل، بالعجينه تاع الكراميل، تجي هايله بزاف بالشوكولا. طريقه تاع العمل تاعها يعني سهله بزاف، راح تبعوا الخطوات كامل اللي درتهم في الفيديو، وراح تخدموا هاد الحلوه يعني الرائعه والراقيه والجميله، والبنه تاعها يعني ما نحكيلكمش بنينه بزاف 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 بزاف. راح نبداو البنات يعني في المقادير تاع الوصفه، ولكن قبل ما نبداو نتمنى من كل واحد خلى عندي جديد القناه ما تنساوش الاشتراك في القناه، وكذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد تاعي. المقادير تاع الوصفه عندنا الكاس تاع المايزينا او نشا الذره، 250 غرام زبده، 4 معالق يعني 4 مغارف تاع كراميل، مغرف كبيرة، 2 صفار بيض، 2 صفار بيض، نصف كاس خميرة كيميائية، نصف كيس خميرة كيميائية، قرصة تاع الملح، ونصف الكأس تاع السكر الكلاصي والفارينة باش نلمو العجينة تاعنا. هنا السكر نديرو غير نصف كأس، أنا راح نديرو الكراميل. نرجعو لطريقة التحضير. راح نديرو صفار تاع البيض، كيما قلتلكم نديرو 2 صفار بيض، ونضيف لها 250 غرام تاع الزبدة. هذه يعني البنات هذه تعطيكم كميه لاباس بها، يعني تعطيكم كميه هائله. نضيف لها 4 ملاعق تاع الكراميل، هذا الكراميل يعني انا شريته، تقدروا تخدموه في البيت، نخلي لكم يعني الرابط في الوصف تاع كيفاش تخدموا الكراميل في البيت، يعني انا خدمتها لكم في فيديو سابق. حنديروا 4 ملاعق من الكراميل، ونخلطوا جيدا هذه المكونات تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني نخلطوهم حتى تحصلوا على كريمه. هنا هاد لازم ندوبو كاع الزبده، شوفوا يعني تدي لنا العجينه راح تدي لنا اللون تاع الكراميل، وتجي بنينه بزاف وتجي هايله البنات. نضيفوا الكاس تاع المايزينا ونصف كاس تاع السكر الكلاصي او السكر الرطب. هذا هو البنات، يعني هادو هما المكونات تاعها، ساهلين بزاف وواضحين. نضيف لهم القرصه تاع الملح، يعني غير بيدك قرصه تاع ملح. نضيف نصف كيس خميره كيميائيه، تقدروا ديروا ملعقه صغيره اللي ما تعرفش تعبر نصف كيس، ونخلط جميع المكونات جيدا. نخلطوا كاع هاد المكونات تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني هذه العجينه البنات سهله بزاف وتجيكم هايله في البنه. يعني هذه هي العمل الخطوه الاولى من هاد الحلوه تاعي، سهله بزاف وشكلها راقي كما شدوها، تجي ما شاء الله. هنا البنات نبداو نضيفو الفارينه تاع غير بالعقل، ما لازمش تضيفوها يعني دفعه واحده، نضيفو غير بالعقل باش تحصلوا على عجينه متماسكه. يعني هنايا ما نقدروش البنات نعطيكم كاع الكميه يعني محدده تاع الفارينه، بالنسبه للفارينه لازم تخلطوا غير بالعقل بالمغرف حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه كيما عجينه تاع الصابلي. هكذا خاصة بالنسبة للناس المبتدئة، العجينة تكون طرية، ما تكونش يعني طرية بزاف بزاف، وما تكونش البنات قاصحة، لازم تكون في الوسط، تكون طرية نوعا ما. شوفوا هنا العجينة تاعي كيفاش تلايمت، يعني تلايمكم بهذا الشكل. هذه هي العجينة تاعي، تدي تاخذ اللون تاع الكراميل. هنايا نجيبوا العجينة تاعنا البنات، نضيفوا شوية خميرة يعني فارينة من فوق ومن تحت. بالنسبة للبنات اللي تصعب عليهم العمل هذا تاع باش يطبعوا هاد العجينة وكاع، هنايا البنات تقدروا ديروا بابي كويسو وتحلي عليه العجينة تاعك، يعني ورق الطهي وديريه وتحطيه فوقه العجينة تحليها، باش تسهل عليك العملية باش تطبعيهم، واش تردي الحبة تاعك يعني تولي سهلة بزاف وما تديلكش الوقت. هنا راح نطبعوا الدوائر فقط، عفوا انا راني غلطت طبعت هذيك الاولى تاع صابلي، حنا نطبع غير الدوائر هادو فقط كما راكم تشوفوا. هذه العجينه البنات يعني ما راحش ترقوها بزاف كما صابلي، حاولوا انكم تغلضوها شويه على صابلي، لان ما راحش نديروها وحده، يعني ما راحش نلصقوها هنايا، راح نديروها وحدها فقط كما راكم تشوفوا. هنا نطبع كاع العجينه تاعي ونرفد هذوك الحبات نديروهم في سنيوه، نديروها على نار متوسطه البنات. هنايا هذه الحلوه ما تشدش بزاف في الطياب، طيب بالخف لان فيها الكراميل. غير تشوفوها اخذت اللون الذهبي نزعوها، نرجع لكم الخطوه الثانيه كيفاش راح نكملوا هذه الحلوه تاعنا.
بالنسبة للحشو البنات، هذا هو الحشو تاعي. نحتاج هنايا رطل تاع كاوكاو يكون مطحون يعني ومقلي، لازم تقلو الكاوكاو باش تيقو الكو تاع هذاك تاع الخضر يروح وديكو شباب. ونجيبو الكراميل تاعك، احنا نستعملو 3.5 مغارف تاع كراميل في هاد في الكاوكاو تاعي، في الرطل تاع الكاوكاو، ونضيفو غير بشويه حتى نتحصلو على عجينه متماسكه كما راكم تشوفوا. يعني راح نخلطوا هاد الحشو تاعي بالكراميل، وتجي هاد الحلوه يعني هايله هايله البنات، بنينه بزاف، خاصه انها تاخذ لون يعني تاخذ الذوق تاع الكراميل مع الكاوكاو وتجي توب. راح تشرفكم بزاف هاد الحلوه البنات، وسهله يعني تبعوا كامل الخطوات تحصلوا على حلوه ناجحه، وراح تعلموا بزاف صوالح كيفاش تستخدموا السيليكون وكيفاش يعني تستخدموا شوكولا وما تخسر لكم شو السيليكون ثاني. يعني بزاف خطوات البنات، طريقه الديزاين كذلك. هذه هي البنات العجينه تاعي، شوفوا كيفاش تحصلنا عليها. نضيف نصف ملعقه، درنا 3.5 مغارف كبار كما راكم تشوفوا تاع كراميل. هنا راح نشكلوا هاد الدوائر بالسيليكون تاعي، هنا ما راحش نديرهم في الثلاجه، فقط نشكل دوائر بالهذيك الرو تاع السيليكون تاعي فقط كما راكم تشوفوا. يعني نصف قرص تحصلوا على هذا النصف قرص فقط، ما راحش نعمروهم كاع، يعني نطبعوا بها فقط هذه باش ندو المقاييس تاعها باش من بعد نستخدموها البنات. هادو هما راح نشكلهم كاع، يعني شكل كاع هاد الحشو تاعي دوائر بهذه الطريقه، ونرجع لكم باش نكملوا الحلوه تاعنا. هنا البنات بالنسبه هذوك الدوائر اللي شكلناهم راح نديروهم نغلفوهم الشوكولا. هنا الشوكولا انا ذوبت شوكولا سوداء دادا، استعمل احسنك تستعملي دادا لانها ناجحه بزاف السيليكون، وما تضيفي لها حتى حاجه، وما من يعني الكسروله اللي ديري فيها تذوبي فيها تكون ناشفه بزاف من الماء، يعني نشف فيها غايه باش ديري فيها الشوكولا تاعك وتذوبيها. وذوبيها في حمام مائي كما راه امامكم كما راني دايره انا. هنا راح نديرو القليل منها في هذوك الدوائر تاع السيليكون ونطلعوهم بالبانسو كما راكم تشوفوا، يعني طلعوهم كاع، غلفوا كاع هذوك نصف الاغراس كما راكم تشوفوا فيها، يعني هذوك نغلفوهم بالشوكولا، لازم نطلعوهم وندخل فيهم هذوك الدوائر اللي شكلناهم بالكراميل هذاك الحشو، وندخل هذاك الحشو ونضغطو بهذه الطريقه. يعني طريقه سهله بزاف البنات وواضحه وما تشدكمش بزاف البنات، يعني حلوه سهله وحلوه راح تشرفك ما تندميش عليها كي تخدميها. هنا البنات هادو رانا راح نزين بهم، يعني راح نديرهم امامكم، راح نعمروهم يعني بطريقه كيفاش نعمروا هاد الليمون هادو. هنا البنات يعني انا راح ندير قليل من الشوكولا كامل هادوك الريشات ونمشوهم بالبانس، يعني نديرو كاع شوكولا هادوك. هنا الشوكولا كي تكون كما قلت لكم البنات ما تضيفي لها والو، حتى حاجه ما تضيفيها لها، وتكون الكسروله ديري فيها تكون ناشفه من الماء، راح تنجح لكم هاد الريشات ويجوكم شابين. يعني غير ديرهم في الثلاجه، غير طيروهم وتحطوهم برا يطيروا غير وحدهم. احنا البنات انا راح نمشيهم كامل بالبانس، احسن انك تستعملي هاد البانس يعني الصغير، يساعدك في العمليه، يسهل عليك العمليه كما راكم تشوفوا، يعطيك ريشه يعني واضحه والشكل تاعها شباب. هنا البنات يعني حاولوا انكم تهزوهم بهذا الشكل باش يدوا كاع الشكل الصحيح تاعهم كما راكم تشوفوا، هزوهم بهذا الشكل بعد دخلوهم في الثلاجه ونرجع لكم راح تشوفوهم في طريقه التزيين. هنا هذه هي الحلوه تاعي ولا الدوائر تاعي تاع الكراميل اللي طيبناهم، شوفوا كيفاش خرجوا يعني باللون الذهبي طابو غايه. هنا راح نزينوا البنات بالبوريك، يعني بالاوراق تاع البوريك، انا درتهم في الكوشه خليتهم حتى حمارو، درت 4 اوراق وخليتهم حتى حمارو، كي حمارو نزعتهم ودقيتهم، يعني شوفوا كيفاش دقيناهم، يعني نحاولوا ان نقطعهم هذه القطعه الرقيقه جدا، يعني دقوهم فقط كما راكم تشوفوا، حاولوا انكم تهرسوهم غايه. نجيبوا الكراميل تاعي ونبداو بالبانس فقط، نمشوا كاع هذوك الدوائر، نمشوهم غايه كما راكم تشوفوا، ونجيبوا هذاك الحشو اللي خدمناه تاع الشوكولا اللي درناه في الثلاجه بعد ما نزعناهم. يعني هنا كي تنجح لك الشوكولا طريقه النزع تكون سهله بزاف. في الحواف هذوك اللي درنا فيهم الكراميل عمروا فيهم هذوك الاوراق تاع البوراك، يعني هاد الحلوه شابه بزاف وحصريه على قناتي، حاجه شابه وحاجه جديده وسهله بزاف.
هنا بالنسبه لطريقه التزيين، راح نجيبوا هذيك القرعه تاع السيليكون ولا اي بوش عندك تاع بلاستيك عاديه، عمريها بشوكولا دائبه، وبداي تشكلي ذات خطوط نفس يعني الاتجاه كما راكم تشوفوا. نشكلوا ثلاث خطوط بهذه الطريقه، ومن بعد نعمروهم بالقصدير الابيض يكون رقيق بزاف. هذا هو قصدير ابيض يكون رقيق بزاف. والالوان هنايا تاع القصدير انتم احرار يعني في اختيار اللون تاع القصدير. هذه هي الحلوه تاعي، شوفوا البنات كيفاش جات ما شاء الله. هنا هذه بالنسبه لطريقه التزيين الاولى، وطريقه التزيين الثانيه نستعملوا الريشه، الريشه تاع الشوكولا اللي خدمناها. شوفوا هنايا حندير القليل من الشوكولا على جانب باش تلصق لنا الريشه تاعنا، شوفوا. ومن بعد نجيب هذيك الريشه اللي كنا خدمناهم، يعني قلت لكم البنات راح تكونوا ساهلين في النزل تاعهم بزاف، ماشي حاجه صعبه. هادو هما شوفوا البنات، راح نلصقوها بهذا الشكل يعني بالشوكولا. حطيتكم يعني الشكل ما شاء الله، شكل راقي جدا وشباب بزاف. هذه هي الحلوه تاعي البنات، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. انا هنكمل كاع البقيه تاع الحلوه تاعي ونرجع لكم طبق التقديم. البنات شوفوا الحلوه كيفاش يعني كملناها وزيناها، وبعد ما نشفت جات ما شاء الله. انا حنا نقسم لكم هذه الحبه على اثنين باش تشوفوا الحشوه تاعي كيفاش جا من الداخل، وكيفاش جات الحلوه بنينه وتجي ما شاء الله، يعني تجي هايله وتجي هشيشه بزاف بزاف بزاف. يعني اللي راح يذوقها راه يندهش يندهش في الذوق تاعها، وكذلك في الشكل تاعها تجي ما شاء الله حلوه راقيه وبنينه بزاف. شوفوا البنات كيفاش هذاك الشكل تاعها من الداخل، يعني هايلة بزاف 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 هاد الحلوة. شوفوا كيفاش جات يعني ما شاء الله، هذا هو الشكل تاعها النهائي من الداخل. هذه هي الحلوة تاعي، يعني الشكل تاعها راقي بزاف. البنات شوفوا كيفاش خرجت يعني الحلوة تاعنا، يعني جات ما شاء الله. هاد الحلوة البنات يعني تحتفظوا بها في الثلاجة، ما تخلوهاش يعني برا حدوب لكم الشوكولا تاعها، لأننا غير ندخلوا شوكولا في الثلاجة ما نقدروش يعني من بعد تخلوها برا حدوب لكم. هنا احتفظوا بها في الثلاجة. هذه هي الحلوة تاعي، ما تنساوش البنات تخلوا لي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.